مسألة شراء تليفون بفلوس الفوائد هل يجوز؟ لا، فلوس الفوائد المحرمة شرعا لا يجوز الانتفاع بها. يعني بعض الناس كان في الخليج وبعض الدول العربية يقول لك فلوس الفوائد محرمة، إنما يجوز تنتفع بها، تبني بها حمام، تشتري بها الله يعزك جزمة، مش عارف تجيب حاجة، كأني يعني لما أجيبها في حاجة مهانة كأني بقت حلال. ده كلام فارغ، في النهاية الحمام استعمال الانسان بيغتسل فيه للصلاه ويتوضا فيه للصلاه ويقضي فيه حاجته، الجزمه اللي بيلبسها بيروح بيها للجامع، يعني كان الحاجه كان كده ايه يعني اتحللت. ده كلام طبعا سذاجه دينيه مش صحيحه طبعا هذا الراي. الفوائد اذا حرمت يحرم عليك استعمال في اي شيء يتعلق بك. اذا جاز المال يبقى يجوز لك، حرم معناه يحرم في كل شيء حتى انك تتصدق به، لا ليس لك منه الا ان تتطهر كما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالأولى أيضا الإنسان لا يأكل من حرام، لأن كله يعني جسد نبت من سحت فالنار أولى به، عافانا الله وإياكم.